ساعة وجاءوا ليقولوا كفى من المعاناة، كفى من السرقة، كفى من التعسف، كفى من الاستغلال. لقد جئنا اليوم لنقول لحكومة الإقليم مرسيا ومفتشية الشغل أنكم لا تقومون بواجبكم لحماية المهاجرين وعمال القطاع الفلاحي من جميع أشكال الاستغلال، ولا تقولوا لنا أنكم لا تعرفون حجم الخروقات التي أصبحت عبارة عن عصابات تتخذ من استغلال العمال. تتخذ من الاستغلال العامل، وهذه حقوقه شعارا لها. هذه الشركات التي أصبحنا نرى فيها جميع أشكال الخروقات والسطو على حقوق العمال المهاجرين، خاصة من حيث ديال دي كوتيزاسيونيز والعطش والثمن الزائد الذي تعطيه للعامل بعد خصم جميع الاقتطاعات الغير قانونية كالريكونسيمينتو ميديكو أو كواجب النقل ترانسبورتي أو كواجب المسؤولين إنكارغادوس. كما أصبحنا نرى أشكال الاستغلال الجنسي. ونقول للإخوان ونقول لهؤلاء اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. إخواني أخواتي، لقد بلغ التجرع هؤلاء الشركات ووصلت بهم الوقاهة إلى إصدار شيكات 50 سنتيم وشيكات ب10 أورو. عندك الشك مصطفى، عندك الشك.